لا في شبكة نت ولا في شبكة اتصالات. خدمات كتير كتير سيئة بالنسبة للنت. انترنت ليش في انترنت صار؟ الجودة والله سيئة. نحن بالبيت خمسة، إذا بدي عبي عبي لكل واحد لأطمن عن بنتي. بدي ميزانية لحال. تجي يوم تقطع يومين وشبكة تعيس. خدمات الاتصالات في محافظة السويداء تزداد سوءا مع انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤدي بدوره إلى انقطاع في شبكة الانترنت، ويرى عدد من الأهل أنهم يسددون فواتيرهم لقاء خدمات شبه معدومة. في ظل تردي شبكة الاتصالات والانترنت وغيابها مع غياب الكهرباء وغلاء أسعارها، يرى المواطنون في السويداء أنهم يسددون فواتيرهم والتي تشكل عبئاً مادياً ثقيلاً لا سيما على المواطن محدود الدخل لقاء خدمات شبه معدومة. المشكلة بالنت والاتصالات هي أنه دخل المواطن ما بتناسب مع الفواتير، يعني من جهة شركات الاتصالات بدها كمان هي تضل أنه والله واقفة عجرية، ومن جهة المواطن دخله قليل، يعني عم ترفع شركات الاتصالات التسعيرة والدخل هو المشكلة الرئيسية. بعد الغلاء ما صار في تحسن بالنسبة للاتصالات، يعني بعد الشبكة ضعيفة، فنتمنى تحسن الأداء يعني يصير أفضل. نستخدم نحن الدروس الأونلاين، ففهم هني إنه بستخدم الكهرباء عم نستخدم باقات، فصار أجار الباقات إنه صار غالي. مقبولة لما تكون جاي الكهرباء، لما تقطع الكهرباء يعني أول ساعتين عادية، بعد الساعتين بالمرة. بحكم إنه زودوا الأسعار على الدقائق، وهي شيء أبداً عبء على المواطن، يعني نحن بالبيت خمسة، إذا بدي عبي عبي لكل واحد لأطمن عن بنتي، بدي ميزانية لحال. تجي يوم تقطع يومين وشبكة تعيسي، يعني بجميع الحالات الدفع كبير والشبكة سيئة. سيئة جدا جدا، ارتفعت الأسعار وما تناسبت مع المكالمات والشبكة، يعني بيقطع الكهرباء بيقطع النت معها وليل نهار، الفيديوهات ما بتحمل. هلق نافذة ثنتين وعشقة وعالم، طيب مشوا أكثر من نافذة بتمشي الناس كلياتها، وبس إن تنقطع الكهرباء ما عادش في نت شيري لا شبكات ولا شيء، وما باليوم يقطعوها 3-4 مرات، في معاناة كثير. إسا دفعنا فاتورة وما في خدمة نت ولا الشبكة، يعني مش بطيئة جدا يعني، ومش عم تفيدنا. بس تقطع الكهرباء التلفونات كلها بتفصل، يعني ما بتشتغلش نص ساعة، عقب النص ساعة كلياتها بتروح لا نت ولا هواتف. هلق وضع الشبكة بطيء، بس يصير في قطع مالي بتبطأ الشبكة عندك، موضوع تقني من الشام. وصاروا كثير حاكين بموضوع، هلق الناس عم توقف أوقات ساعة، ساعة ونص ليجي دورها. 5 أعوام مضت على آخر زيادة طالت أسعار الاتصالات والإنترنت في سوريا، معطيات جديدة دفعت شركات الاتصالات لهذه الخطوة التي ستمكنها من تنفيذ الصيانة والتأهيل لضمان تحسين جودة الخدمات وضمان استمرار عملها على حد تعبيرها. فهل لمس المواطن تحسنا في سوية هذه الخدمات؟ نعاني من مجموعة من الصعوبات، أهم قضية السرقات والتعديات على الشبكات النحاسية والضوئية أو المواقع اللي فيها بطاريات ومعدات وتجهيزات تعود لفرع اتصالات السويداء. مجموعة هذه التعديات أدت إلى سوء بالخدمة الهاتفية بسبب أعمال الصيانة. وعود بتحسين سوية الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في قادم الأيام، علها تتناسب مع الزيادة الجديدة على أسعار خدماتها والتي لا تزال حتى اليوم دون المستوى المرضي للمواطن. لقناة سما الفضائية.